السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب التونسي، وين يحل بعنابة ويحظى باستقبال كبير. يعني خاوتنا فانيك توانسا نهزموا بهدف ليسيف، وين داروا اللي عليهم باش ليبيا تفوت، لكن وين كانت المباراة يعني فوز تونس كان غادي يخلي ليبيا عندها مباراة في بلادها يخليها باش تفوز باش تروح للكاس افريقيا. للاسف وين غينيا استوائية هي اللي غادي تفوت، يعني للاسف مباراة نقولوا باللي تونس ويقدم لي عليه. وين انت يا ربي، نهار ثلاثة كاينه مباراة ودية يعني أخوية كذلك مع المنتخب التونسي، يعني باش نشوفوا اللعابة، نشوفوا أحسن وأحسن لعابة. يعني هذه هي اليوم صح المباراة تاع أوغندا، ما نقولوا احنا خليها فاتت ونتكلموا على المباراة تاع تونس إن شاء الله، وين وصل المنتخب التونسي لكرة القدم فجر الأحد إلى العاصمة الشرق الجزائري عنابة تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري وديا بملعب 19 ماي بولاية عنابة. نصور قرطاج سيواجهون الخوض وديا يوم الثلاثاء 20 جوان بملعب 19 ماي بعنابة. وحل نصور قرطاج بمدينة عنابة بعد رحلة مباشرة من غينيا الاستوائية والتي لعب فيها مباراته التي تندرج ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 مؤجلة ل 2024. حنايا كان يقول لك تونس لعبوا دوزيام إيكيب، لا ما لعبوش دوزيام إيكيب من الشيطان. تونس كتلة غينيا استوائية ما بغاش تدخل برك، فرص اللي ضيعوهم خير ربي. على بالك غادي هنايا كيما قال لهم جلال قاضي، قال لهم حنا بيسيو اللعابة، بيسيو اللعابة ماشي بين المباشرين يربحوا، بيسيو اللعابة. هذه هي اللي تسمى المدربين ما يلعبوش على الاسماوات ولا يلعبوا على الجماهير. صح احنا غادي نشوفوا نحوسوا نشوفوا عوار بزاف، نحوس نشوف عوار يلعب ويزيد يلعب امام تونس ويزيد. بصح ما ماشي نلعبوا من اجل الفوز فقط، لازم تكون نتيجة كيفاش بالاداء والنتيجة. يعني يقول لك اداء والنتيجة، يقول يذكر لك الاداء من بعد النتيجة ان شاء الله. يعني ماذا بنا. واستقبل وفد التونسي بعنابة في أجواء مميزة بشهادة الجامعة التونسية لكرة القدم، والتي قالت عبر صفحتها الرسمية في هذا السياق استقبال متميز للمنتخب التونسي بالجزائر. وأشارت الجامعة التونسية إلى أن الوفد المنتخب الوطني وصل الوطني التونسي وصل إلى المدينة عنابة قادما من غينيا الاستوائية، وقد خصت الجامعة الجزائرية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعثة بالاستقبال متميز بمطار عنابة الدولي وكذلك بمقر إقامة بأحد فنادق المدينة، وهو ما يعكس العلاقة المتميزة والتي تجمع بين الشعبين والبلدين وجميع والاتحاديتين تاع كرة القدم. وقالت وبالنسبة من تقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بجزيل الشكر إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وإلى كافة الإطارات التي كانت في استقبال الوفد التونسي. شاهدنا وين عمار بهلول وين كان في الانتظار، يعني وين هو رئيس الرابطة الوفد، يعني وين سيجري المنتخب التونسي مساء اليوم، يعني بداية من الساعة 6 مساء حصة تدريبية استعداد للقاء الودي والذي سوف يجمع بالخوض يوم الثلاثاء على الساعة 8 ليلا. وكان نصور قرطاج قد خسروا بهدف ليسيف في مباراتهم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كان كوتيفوار أمام مضيفي منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 85 إثر ضربة جزاء. المهم احنا دروك المنتخب التونسي وصل، يعني وصلوا هذو فايق خاوتنا، نتمناو الخير لكل خاوتنا تونس المغرب مصر ليبيا. انا واحد من الناس والله تاسفت، انا ليبيا ما تاهلت، كنت باغي ليبيا كاع نتاهلوا، ليبيا تونس الجزائر المغرب مصر، علاش كنا ماذا بيا. كي تشوف عادل عمروش كنت نشوف اللي النيجر
لكن هذه هي كرة القدم. كرة القدم يعني لازم تخدم لها، لازم يكون عندك منتخب في المستوى، لازم يعني مشي غير هكا. هذه هي. على الاستقبال كان مليح، تمنوا اي استقبال، يعني اي منتخب يعني يستقبل بس نكسبوا شويه موده. هذه هي باش نكسبوا. يا ودي شو بي، شفتك هدرت على هولند، ارقامي عظيمه. واه واه هدرت عليه خويا، واه هولند هدرت عليه خويا. شكون هذا؟ جليل عنابه. صح جليل خويا، ان شاء الله تكون بخير خويا. شوف اروح تشوف جليل خويا، نقول لك انا هدرت على هولند باش الناس يشوفوا. هدرت على هولند، قلت بلي في المنتخب، في المنتخب تاعهم يعني يد وحده ما تصفقش، عنده ما يدير. هذا هولند كوجا كيما نقولوا حنايا، شكون منتخب ديرته منتخب اللي راه مليح في اوروبا، كوجات انجليز ولا جات اسبانيا ولا، يعني نقول لك بلي يدو كوب دي موند، بيه يدو كوب دي موند، لاعب كبير. زعما باش نقول لك زعما كلا، هذه هي ودي تونس. هاتي انت باش تعرف تونس، انت تونس والله قليل يعرف اللعب، ماشي قليل، قليل يعرف اللعب تاعها. تونس واعره شويه، تونس واعره في اللعب. على بالك عندهم لعب مغناطيسي، مغناطيسي خويا يدير لك تنويم المغناطيسي. المهم احنا نشوفوا مباراه نربحوا يعني ويكون معها الاداء، خاطر علاه نقولها لكم نعاود. اوغندا تونس يعني ما بالك، تونس تقييم كبير، وغدا ماهوش تقييم، وغدا ماهوش تقييم. حنا نفرحوا كي نفوزوا كلش، بصح ماهوش تقييم. كيما كنا نقولوا لكم كانوا الناس يروحوا يجيبوا من الخليج، كنا نقولوا لكم يا ودي الخليج ماهوش تقييم، وصح. هذه هي. وخسر المنتخب التونسي السبت امام مضيفه منتخب غينيا الاستوائيه بنتيجه هدف لصفر ضمن الجوله الخامسه من تصفيات مؤهله الى نهائيات كاس امم افريقيا كوت ديفوار. وجاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة عن طريق إيماليون إنسو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء ونبغت بها الحارس أيمن تحمان. وبهذه النتيجة وانتهى المنتخب التونسي إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، في حين رفع المنتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة جعلته يحتل الصدارة قبل الجولة الواحدة من ختام التصفيات. وبحسب التقييم من حصل المنتصر طالبي على أعلى تقييم بين اللاعبين تونس في المواجهة، إذ حصل 7 من 10 درجات، فيما كان الوجدي كشريدي أقل تقييم من بين جميع اللاعبين الأساسيين بواقع 5.5 على 10. يعني شان أيمن دحمان 6.8 على 10، ياسين مريح مرباح مريح 6.7، منتصر طالبي وين 7 على 10، وجدي 5.5 على 10، علي العبدي 6.5، أنيس بن سليمان 6.3، عيسى العيدوني. هذه باش يكون على بالكم الناس اللي لعبوا. أنا شوف خلينا من الآخر، شوف أيمن دحماني، ياسين مريح، منتصر الطالبي، وجدي، الكشريدي، علي عبدي، أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، حنبال، محمد علي بن رمضان، هيكل الشيخاوي، عصام الحبلي، الجبلي، أسامة بوقرة، محمد الضاوي، وهيثم الجويني. هذو كاع هذو بدلاء، صح أسامة بوقرة بديل، كان بديل محمد ضاوي، كان بديل هيثم الخويني، كانوا بدلاء. بصح هادو على بالك دير حسابك هما لا اللي لعبوا، لعبوا ايكيب تيب، خاطر كاين اللي قال لك لا شوبير ما تغلطش لعبوا دوزيام ايكيب باش يقارعوا لنا هنايا. ودي ما عندهم شهريه، انتم ما عندكم، انتم دخلوها لكم ناس باللي يعني على جال ربحة ولا لا، راكم غالطين. كاش هادي مكاشه، عند الناس هادي مكاشه، عند الناس اودي اللعبه مش حاط برك يهضر، مكاش ماشي كيف كيف. بالك نتوما راكم تشوفوا بلي ودي لا الله كلش.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ودايما معكم بجديد، وصحيتو خالتي.